يا قدس أبونا، دلوقتي أنت قدسك بتقول إن في الوقت اللي كانت بتظهر فيه بدعة كان البداية بيعلمكم علشان خاطر تبقى عندكم المعرفة، وأيضا تقدروا تعلموا إخواتكم، وكمان تقدروا تدافعوا عن من يدعي هذه البدعة. بالظبط. كنت بتشوف ده إزاي يا أبونا؟ يعني كان دايما سيدنا كان بيتمتع بقدرة في إنه يعطي الحجج الواضحة اللي بسهولة نتقبلها في شرح الأمور. وكان حريص إنه يشرح الاعتراض مثلا أو البدعة أو الفكر الخاطئ، وبعد كده يبتدي يشرح الرد عليه، وكله بآيات من الكتاب المقدس وبسهولة وبوضوح، فاستفدنا كتير. يعني الطريقة كانت مبسطة، يعني قلتك برضو كنت بتكلم عن مواد تخص العقيدة، يعني الموضوع مش سهل. هل طريقة الأنبا شودة أسقف التعليم اللي كان بيدرس كمان في كلية أمريكية كبابا الكنيسة، طريقة تبسيط المعلومة كانت موجودة، ولا الموضوع كان فيه برضو شوية صعوبة؟ تبسيط جدا، كنا بنسميه السهل الممتنع من كتر بساطته. يعني تبسيط ووضوح. يعني احنا كنا بنسمع كتير، لكن فعلا تشدينا لأسلوبه في التعليم المبسط المقنع اللي من يعني، ولما في أي استفسار نستفسر ويجاوبنا وهكذا. يعني صحيح.